وندرك جيدا بأن اليوم المرحلة أصبحت للبعض أن يغتنم هذه الفرصة ليصفي حساباته. أولا وقبل كل شيء، وأنا كما صرحت مسبقا في قناة في أحدى القنوات، قلت بأن أحترم وليد صابي، زميل من ما سمعت منه إلا الخير، وقلتها وزد أؤكد شيء لربما واحد ما عندوش إلا المترشح. لا يخفى عليكم بأن قبل أن تختتم يعني القوائم، يعني اختتام القوائم المقبولة وغير المقبولة، أنا كان كلام معي معه في الهاتف، وتكلمنا على استراتيجية وضعنا، لأن أنا حذرته من بعض أن ربما يجأبوا له تأويل أو يتصلوا به وربما يزرعوا له نوع من البلبلة ونوع بأن لا هذا عشتها في المراحل السابقة، ولذلك رأيت من الضروري أن أوضح الرأي. وقلت له حتى بالحرف الواحد، قلت له سي وليد راك راح تشوفني غد خير ومرحبا بك تجي في عندنا. قلت له رغم اليوم نزلت القوائم لم ربما تحسن من هو، قلت له انا قلت لك لان ادرك جيدا هذه الانتخابات، مرحله انتخابات، وكذلك باللي الديمقراطيه مسموحه، لكن هذا لا يعني حتى ولو انا عندي مرشح في قناة هذا لا يعني بان احتراماتك وقيمتك هي مثل، انا عرفتك من السابق وربما كان لنا تجربة كبيرة في كرة القدم، ولذلك هذا الكلام لا أساس له إطلاقا. وأنا قرأت اليوم درت حق الرد في الصحيفة التي كتبت نشرت بالأمس أن أنا حرضت بعض رؤساء الرابطات على التصويت ضد وليصادي، وكذلك ربما ما سمعت منه أنه هو قال لابد تحسم محفظتك وترحل عن رئيس الرابطة بالحرف الواحد. هذا لا أساس له، وأنا تحديت حتى في المقال أن يثبت لي شخص واحد من عضو جميع العمل اتصلت به منذ بداية فتحة زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.